ودينيا واحترام الآخر في ظل الصراعات التي تشهدها دول المنطقة أهم ما ركز عليه رؤساء الطوائف وعلماء ورجال الدين في العراق خلال مؤتمر أقامه المركز الوطني للتقريب بين الأديان. هذا المؤتمر ولا أقول رد فعل لما يجري على الساحة العربية والإسلامية، هذا المؤتمر هو استمرار للعمل المتواصل لرسالة السلام التي يحملها رجال الدين على مر العصور. يجب أن نتجاوز التعصب الديني ونتكل على الحرية الحقيقية، احترام الآخر. أما داخليا فقد رأى رجال الدين هنا بأن العراق تجاوز خطر الفتنة الطائفية التي أنتجتها المنظومة السياسية، المنظومة ذاتها يؤكد أطراف فيها أن جميع المشاريع السياسية المطروحة تؤدي إلى تقسيم البلاد. العراق هو فيه طوائف متعددة منذ آلاف السنين، وهذه الطوائف لعله أرادت اليد السياسية في فترة ما أن تجعل هذه الطوائف الملتحمة متمزقة، ولكن بفضل الله اليوم العلماء واليوم الباحثين والذين لهم يعني زمام الأمور وعوا المسؤولية أمام الوحدة الإسلامية. لا يوجد مشروع سياسي وطني أبدا إطلاقا، لا يوجد في العراق، لأن حقيقة المشروع السياسي ذات الطابع الديني سوف يقسمنا إلى مسلمين ومسيحيين ونصارى ويهود عراقيين، والمشروع ذات الطابع المذهبي يقسمنا إلى شيعة وسنة، والمشروع السياسي ذات الطابع القومي يقسمنا إلى عرب وأكراد وتركمان. وما بين ما يجري خارج العراق وداخله أجمع المؤتمرون على التصدي لأي ظاهرة تثار خلالها النعرات الطائفية كاستهداف الرموز والمقدسات الدينية، والذي أيدته بشدة بعثة الأمم المتحدة في العراق. الأمم المتحدة تؤمن بأن الإساءة للمقدسات شكل من أشكال الإرهاب النفسي. وخلص مؤتمر تقارب الأديان في وثيقة اتفق عليها إلى ضرورة تشريع قانون دولي يجرم الإساءة للرموز الدينية والتمييز بين الحريات العامة والخاصة ضمن الدساتير والاتفاقيات الدولية، واحترام حرية التعبير عن الرأي وتبادل ثقافات وحوارات الأديان. نازم محمد، السومرية.